أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صوفي ينكر علو الله تعالى على خلقه، ويرى شد الرحال إلى القبور من بلدة إلى بلدة أخرى، ويقيم الموالد والأذكار المبتدعة، وهو يسمع بدعوة التوحيد، وهو متعصب للصوفية ولا يقبل النصف، ومتأثر بمشايخ الصوفية، فهل يجوز الصلاة وراءه أم لا؟ وكيف تنصحنا بالمعاملة معه؟ هذا التصوف إما أنه مبتدع وإما أنه يصل إلى الكفر. التصوف يتنوع ليس على حد سواء، هو يجمعه أنه بدعة، وقد يتطور إلى الكفر بالله عز وجل والإلحاد والقول بوحدة الوجود أو بالحلولية. فالتصوف يختلف، فإن كان من النوع الذي يصل إلى الكفر لا تجوز الصلاة خلفه باتفاق وبالإجماع. أما إذا كان أنه من النوع الذي لا يصل إلى حد الكفر إنما هو بدعة، هذا محل خلاف بين العلماء. ولكن لا ينصب إماما في المسجد، لا ينصب المبتدع إماما في المسجد من الصوفية وغيرهم، يختار للإمامة أحسن الناس عقيدة وأفقه الناس في دينه لأنه قدوة. نعم.